عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى فيديو جديد. فيديو اليوم جد سهل، كيف ما طلبتوا خبز برجر، برجر باللحم بطريقه خبز برجر منزلي ناجح بنفس الطريقه. فوصفتنا اليوم جد سهله، جد بسيطه، مكونات جد بسيطه، كل ما عليكم فعله هو انكم تدخلوا المطبخ وتحضروا الوصفه. يلا، فبسم الله على بركة الله. أول شيء نحتاج إلى 6 أكواب من الدقيق، دقيق عادي، 1/4 كوب من الزيت، زيت نباتي عادي، 4 بيضات، 1/4 كوب من الحليب، و 1/4 كوب من الماء، ملعقة صغيرة من الملح، 1/4 كوب من السكر، و 3 ملاعق صغيرة من الخميرة. المقادير ستجدونها في صندوق الوصف وفي أول تعليق بالجرام وبالأكواب وبالكؤوس. أول شيء نقوم بوضع الماء، ثم نقوم بإضافة 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية. نقوم بخلط ومزج الخميرة مع الماء. ثم نقوم بإضافة الحليب. نضيف كمية سكر اللي هي 1/4 كوب من السكر، ونضيف 4 بيضات، نضيف ايضا 1/4 كوب من الزيت. فكيف ما قلت، زيت نباتي طبيعي عادي، زيت المائدة، زيت الذي تستخدمونه في الطبخ. نقوم بخلط ومزج الكل معا حتى نحصل على خليط متجانس، لكن هنا يرجى عدم الخفق بقوة، فنحن فقط نريد مزج المكونات ولا نريد تطريب البيض. فالخليط يصبح بهذا الشكل. هنا عندنا دقيق مع الملح، خلطنا الدقيق مع الملح، ثم نقوم بإضافة نصف كمية دقيق فقط. نقوم بخلط ومزج الكل معا فنحصل على خليط بهذا الشكل، كيف ما كتشوفوا، خليط متجانس وخفيف، يكون قوامه بهذا الشكل. فهنا بعد أن تأكدنا من أن البيض والدقيق وكل المكونات اندمجت وأصبحت بهذا الشكل، نضيف باقي الكمية من الدقيق. نأخذ ملعقة خشبية أو ملعقة بلاستيكية، أو يمكنكم فقط استخدام اليد، لكن إن كان عندكم عجانة آلية فيمكنكم فقط اتباع نفس الطريقة وستكون العملية أسهل عن طريق العجانة الآلية. هنا بعد ندمج الخليط، نقوم بإزالة الملعقة الخشبية أو أي ملعقة بلاستيكية، ونقوم بعجنه باليد. فكيف ما قلت، بالعجانة الآلية تكون طريقة جد سهلة ولا تأخذ منكم وقت كثير. هنا العجين في الأول سيقوم بالالتصاق في اليد كيف ما كتشوفوا، لأن العجين يكون جد رطب، لكن نواصل عجنه بهذه الطريقة حتى يصبح ناعم الملمس ويصبح رطب بهذا الشكل ولا يلتصق باليد. نقوم بعجنه جيدا تقريبا لحوالي 15 دقيقة. ثم نأخذ إناء نقوم بدهنه جيدا بالزيت، ونقوم بوضع العجين بالداخل. فضروري أن الإناء يكون مدهون بالزيت حتى يسهل ارتفاع العجين. فكيف ما كتشوفوا، العجين هنا يصل إلى نصف الإناء وسيرتفع كما سترون لاحقا. نقوم بتغطيته جيدا، ثم نقوم بوضعه في مكان دافئ. هنا أكرر، يجب وضعه في مكان دافئ، والنتيجة بعد ساعتين تصبح بهذا الشكل. فإن لم يختمر ساعتين يمكنكم أن تضيفوا وقت أكثر، هذا على حسب المكان، لهذا يفضل وضعه بمكان دافئ. أكرر، بمكان دافئ. فالعجين يصبح بهذا الشكل وينتفخ، يرتفع تقريبا ضعف الحجم. نقوم بإزالته من الإناء. كيف ما كتشاهدوا، العجين يصبح اسفنجي وجد رطب. فبعد أن نقوم بإزالته من الإناء نقوم بتسريحه. فكيف ما كتشاهدوا، العجين يتمدد بسهولة،
ونقوم بطيه. هنا يجب عدم دلك العجين، لا تقوموا بدلك العجين وإنما فقط بنفس طريقة طيه المرة الأولى ثم نقوم بطيه للمرة الثانية. كيف ما كتشاهدوا بنفس الطريقة، فقط نقوم بطي العجين مرتين فقط، وهكذا العجين أصبح عندنا جاهز. الآن سنقوم بتقطيعه إلى قطع، فنأخذ فقط سكين ونقوم بقطع العجين إلى قطع على حسب حجم البرجر اللي حابين تحضره. فحابين تحضروا برجر كبير يمكنكم تقطيع قطع كبيرة، إن حبيتوا تعملوا ميني برجر أو برجر بأحجام صغيرة يمكنكم تقطيع قطع صغيرة. فالعجين بهذا الشكل. ثم الآن نقوم بتشكيل نصف كرات، فالطريقة جد سهلة، العجين كيف ما كتشاهدوا جد رد. نقوم بنفس الطريقة، أنا هنا أريكم طريقة منزلية جد سهلة بإمكان الجميع استعمالها، والنتيجة ستكون جميلة ورائعة إن شاء الله، مثل البرجر الذي تجدونه في الخارج. فنقوم بتشكيل نصف كرات بهذا الشكل، وهكذا نواصل تحضير الكمية بالكامل فهذا الشكل النهائي. ثم نقوم بوضعهم في طاولة للفرن، فكيف ما قلت على حسب الحجم اللي حابين، برجر حجم كبير أو برجر حجم صغير، هذا يعتمد على حسب ذوقكم. بعد أن نقوم بوضع العجين في طاولة الفرن نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل لأنه لاحقا سيرتفع، فضروري أنكم تضغطوا العجين بهذا الشكل حتى نحصل على شكل برجر مثالي. فهنا يوجد طريقة أخرى للقوام للحفاظ على قوام البرجر بشكل دائري، نأخذ هنا ورق ألمنيوم ثم نأخذ ورق طبخ ونقوم بلفه على البرجر. تحضير ورق الألمنيوم جد سهل والطريقة جد بسيطة، سأقوم بتقديمها لكم الآن. فكل ما علينا فعله هو أخذ ورق ألمنيوم تقطيعه إلى شرائح ولفه بهذا الشكل إلى شريط رقيق تقريبا حوالي سمك أصبع واحد كيف ما كتشاهدوا. نأخذ أي إناء على حجم البرجر نقوم بلف شريط الألمنيوم عليه، وهكذا نتحصل على هذا الشكل. نقوم بوضع نفس الشريط من ورق الطبخ ونضعه حول البرجر حتى يحافظ على القوام والشكل. نقوم بتغطيته جيدا بأي ثوب رقيق أو بورق غذائي، لكن يجب أن لا نقفل عليه بإحكام. هنا نقوم بدهن البرجر فقط بالبيض، أخذنا فقط بيضة واحدة قمنا بخفقها، ونقوم بدهن كرات البرجر، نضع القليل من السمسم من فوق ونقوم بإدخاله إلى الفرن على 180 درجة لمدة تقريبا 9 إلى 12 دقيقة على حسب الفرن. فأهم شيء أنه يتحمر من الخارج، والنتيجة تكون بهذا الشكل، خبز جد رطب وجد هش وبرجر من ألد ما يكون. ففقط بإمكانكم تحميص الخبز، وضع صلصة المايونيز، وضع قليل من الماسترد أو الخردل أو الموتارد، وضع قليل من الكيتشاب، وضع قطعة من الخس، وضع قطعة من الطماطم، ووضع شريحة اللحم، القليل من الجبن، وهكذا البرجر عندنا أصبح جاهز. فأتمنى أن الطريقة نالت إعجابكم لأنها جد سهلة وجد سريعة، وستنبهرون من النتيجة لأن الخبز كيف ما بتشاهدوا جد رطب وجد إسفنجي. فشكرا لكم على حضوركم، أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.